أنتوا لجنة نزاهة وأنت عضو في لجنة النزاهة، وش قد البلد محتاج لهذه اللجنة اللي يعتبرها بصراحة سيد المياحي هاليوم دورها كل الضعيف. أريد أسأل قبل كل شيء عن استجواب محافظ البنك المركزي، هل تم بالفعل استجوابه في مجلس النواب العراقي؟ قبل ما أدخل بالأسئلة الباقية تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولكادر ومشاهدي قناة زاكروس. حقيقة كان من المفترض في جلسة هذا اليوم أن يكون استجواب للسيد محافظ البنك المركزي، وأعتقد لم يكتمل النصاب ولم يأتي السيد محافظ البنك المركزي إلى بناية مجلس النواب. كان اعتراض من بعض النواب ربما؟ أعتقد أن هناك كتل معينة؟ بعض الكتل تحفظت على الحضور عن الحضور لغرض عدم استكمال النصاب حتى لم تتم عملية الاستجواب.